طب احنا خلينا نروح لكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس وصاحب احد صحاب هذا الانجاز الكبير. اهلا بيك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس معانا. اهلا بيك يا كابتن عمرو. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك، انجاز كبير الحقيقه، يمكن من اكتر من 20 سنه وان احنا ناخد كل الايفنتات اللي نخش فيها في الغطس ده اكيد ما جاش من فراغ يا كابتن عمرو. والله الحمد لله يا كابتن هيثم، ده فضل ربنا اولا سبحانه وتعالى. خليني في الاول بس احب اني حضرتك وكل العاملين في قناه في شهر رمضان، وانك وحشني طبعا يا كابتن هيثم. طبعا حضرتك وحشني جدا يا كابتن عمرو والله. ربنا يخليك. وانا بس احب اوضح ان انا استلمت المسؤوليه موسم 21 22، ده الموسم الثاني ليا طبعا بعد وفاه رمز من رموز العاب الماء بالنادي بصفة عامة وكرة المية بصفة خاصة كابتن طارق الصغير. طبعا الله يرحمه. ومن خلال القناة طبعا بدعو له بالرحمة والمغفرة. امين يا رب. الأولاد وبالصحة ويجعلهم خير خلف كده الخير السلف إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله يا كابتن، إن شاء الله. طب يا كابتن، خلال يعني السنة دي إيه سبب التفوق؟ يعني برضو أكيد ما جاش من الفراغ لأن هو درع عام، أنت عارف لو بطولة أقول ما يعني واحدة وهتعدي. إنما التفوق الكبير ده جه منين؟ إيه سببه من وجهة نظرك يا كابتن؟ والله يا كابتن هيثم، المنظومه كلها بدايه من كابتن رؤوف عبد القادر طبعا في الاول، مدير النشاط الرياضي السابق كابتن خالد العوضي، كابتن وائل عزت، مجلس الاداره، انا بشكرهم جدا ان هم اولوني الثقه ديت. وانا والمنظومه بتاعه الغطس اذا كانت مدربين ولا لعيبه ولا اداريين، زي ما كابتن وائل انا كنت متابعه وقال حتى عمال غرف الملابس، حتى عمال حمام السباحه ليهم في الانجاز اللي حصل ده، من خلال ان هم بيوفروا البيئه المناسبه اللي الاولاد والمدربين يقدروا يتمرنوا فيها، وهم كمان رجاله فوق الوصف، بيتمرنوا صبح وليل، بيتمرنوا في حر وبرد، بيتمرنوا على ساعات كبيره جدا بيصل لست سبع ساعات في اوقات كتير جدا، بيتغلبوا على كل الصعوبات اللي موجوده. حضرتك معاك اثنين جمال من ابطال اللعبه، عمر وعلي. علي ده صفقه جبناها من اليوبلس الحمد لله السنه اللي فاتت، ويعني قبل بلاء الحسن، الاثنين لعيبه منتخب، الاثنين سافروا مع مصر في كاس عالم ناشئين، الاثنين مقدرين حجم المسؤوليه الملقاه عليهم ان هم ناشئين وبيلعبوا درجه اولى في ظل غياب الانجاز ده، حصل في ظل غياب زياد يسري ده بطل من ابطال مصر والنادي الاهلي وبيدرس في امريكا، ومع عبد السلام بطلتنا الاولمبيه طبعا، فان هم يعملوا الانجاز ده في ظل غياب عناصر مهمه ده حاجه تحسب لهم في الاول وتحسب للنادي الاهلي طبعا، والحمد لله على كل حال. طب كابتن، الاعمار الصغيره اللي احنا شايفينها ما شاء الله دي يعني تبشر بالخير، تبشر ان احنا ان شاء الله سنتين ثلاثه دول نحتك يعني، مش ما بحبش اقول نحتكر بس نبقى نحقق نفس الانجاز ده. والله خليني اقول لك كابتن هيثم ان احنا بينافسنا انديه عريقه في اللعبه طبعا، هليوبلس، الجزيره، كل نادي فيهم متفوق في مجال معين، يعني هليوبلس متفوق جدا في مجال الولاد، الجزيره متفوق في مجال البنات، الزمالك داخل بقوه جدا في الناشئين، سموحه، سبورتنج، فان احنا نحصل على الكاس العام لبطوله الجمهوريه والكاس العام لبطوله كاس مصر، فده بجميع المراحل وجميع والفتره الزمنيه ما بينهم اربع خمس اشهر، فده يحسب للولاد الاستمراريه في الاداء والاستمراريه في الروح والمثابره على تحقيق اللي هم وصلوا له ده الحمد لله. طب كابتن، هل ممكن نلاقي اولادنا يعني بيشاركوا في بطوله دوليه الغطس، رايحين يلعبوا بطوله يعني اقليميه قاريه يشارك فيها النادي الاهلي، هل ده في حسابكم؟ والله احنا كنا مقدمين فعلا بطوله دوليه يسافروا فيها ويحتكوا، ولكن حضرتك عارف طبعا سعر الدولار والتغيرات اللي حصلت في سوق المال بصفه عامه، فغيرت خططنا شويه. احنا من المنطلق ده عملنا للولاد حاجه جديده اسمها الدراي لاند. الدراي لاند دي ان هي يتمرنوا على الارض وكانهم في الميه، دي حاجه جديده في النادي الاهلي الحمد لله اتعملت، والحمد لله اتت ثمارها زي ما حضرتك شايف الحمد لله. ما شاء الله يا كابتن. طبعا عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس طبعا ببارك لك وبشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف. زي ما حضراتكم شايفين، عمر ما في نجاح بيجي من فراغ، النجاح بيجي نتيجه جهد وعرق وتخطيط قبل الجهد والعرق، فطبعا مش صدفه ابدا انت تاخد كاس العام
للغطس ويكون عندك اللعيبه بالسن الصغير ده نتيجه جهد ومجهود سنوات طويله.